الحقيقة أنه أصعب شغل أن الواحد يأخذ قرار أنه يغير حياته، فأخذت قرار السنة الماضية بالشهر العاشر أجي أنا وأهلي على إسطنبول. طبعاً ظروف الحياة بسوريا كانت كثير بالفترة الأخيرة صعبة بال 2015، فقررنا بشكل كثير صعب يعني أنه نأخذ قرار جماعي نجي. في الحقيقة درست الموسيقى أنا بسوريا من أكثر من 20 سنة، وتوجت بدراسة أكاديمية بالجامعة بكلية الموسيقى. أحضرت معي حقيبة صغيرة وفيها بعض اللباس الخاص بي، يعني شغلات يعني، ولوحتين والعود طبعاً فقط. أول ما جيت على إسطنبول بالشهر العاشر و11 و12 تقريباً 3 شهور يعني بس مسح العود ودوزن، ما قدرت، ما في حالة انسجام، وتكررت عندي حالي هلا خلال الفترة، يعني كل شهرين أو ثلاثة بتجي معي حالة غريبة من نوعها إنه ما فيني أعزف، ما في حالة سلطنة أبداً. إنه جاني قبول في الجامعة فاعتبرت هاي شغلة كويسة، يعني بإنه أنا أكمل دراستي في مجال علم الموسيقى بعد صبر تقريباً راح يصير لي 10 سنوات وأنا ناطر إني أكمل دراستي. هلا بداية جيتنا على إسطنبول حاولت أكثر من مرة، عملت حفلة أنا أول ما أجيت أنا وأختي، أختي بتغني، بحيث إن إحنا نعرف الناس، لأنه أنا هون ما كثير بعرف عالم، وصرت أنزل على الشارع على التقسيم، تعرفت على موسيقيين، حاولت إنه أعزف معهم، عزفت تقريباً شي أسبوع، عزفت بمقاهي بمطاعم، غنيت لحالي. جربت الموضوع، يعني جربت كل شيء له علاقة بالفن بالشارع أو بالكافتيريا أو بال، يعني هي ما جربناها بسوريا. العزف بالشارع نحن عنا مفهوم بسوريا مختلف عن بتركيا أو بأوروبا، إنه العزف بالشارع فينا نسميه ما يقارب إنه عم نشحذ يعني أو مثل الفقير يعني أعطونا، بس يمكن هون بتركيا وبأوروبا مفهوم مختلف. هلا في الحقيقة في 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 أكثر من سبب، السبب الأساسي هو التعب، ساعات عمل طويلة في النهار. في أنا جربت أعزف يعني تقريبا شي 5 ساعات متواصلة، صار في عندي ألم بالكتف، يعني هذا مو والصوت العود سيء جدا، بيحتاج ميكروفون، بيحتاج ناس تسمع، العود آلة مسرح وليس. السبب الثاني إنه المجموعات الموجودة بال اللي عرفت عليهم بالشارع او عملنا مجموعات ثانيه، يعني في كل واحد ملتزم بمجموعه، واللي كانوا معي السبب الاساسي انه كمان انشغلوا، فهي عمليا مو مصدر ثابت، يعني ما في عقد او كونترا بتعمله مع الشارع انت يعني. فحسيت انه الهدف الاكبر اني اتعرف على ناس كانوا موسيقيين سوريين او موسيقيين اتراك او غير السواح اللي بيجوا، وفعلا كان هي غايتي. من اول اسبوع تعرفت على ناس، تعرفت على دكاتره بالموسيقى، باحثين بعلم الموسيقى واتراك وامريكان، ساعدوني كثير، وحاليا هلا في تواصل وفي مشاريع كثير مهمه يعني. كمان من ضمن المشاريع اللي انا بحبها كثير هي الشغل مع الاطفال، فكنت عملت اغاني كثير للاطفال بسوريا، واشتغلت مع منظمات مثل اونروا واليونيسف الدعم النفسي للاطفال، فهون التقيت بمعظم بعدد من الاصدقاء، ساعدوني باني التقى بجمعيات خيريه معنيه بالدعم النفسي للاطفال. ف قمت ببعض الورشات العمل الصغيرة مع الأطفال، أعطيهم أغاني وألعاب ومسرح تفاعلي. هدف ثاني غير مشروع الموسيقى إن المجال الدعم النفسي أو العلاج بالموسيقى، وساهم بتخفيف عن الطفل ما يسمى بصدمة الحرب أو الأزمة النفسية المترتبة عنده من الحرب. بسوريا كان عندي مقطوعات عملتها، لكن أكثر عم يعني في حالة دائما مخاض، ما خلصت القطعة بسبب بعض الظروف. حاليا بإسطنبول أول ما أجيت بعد 3 شهور الانقطاع وأكثر، يعني بلشت صار عندي هيك نوع من الهدوء قليلا، صار يمكن بلش اشتغل الحنين للبلد، فصرت كتبت قطعتين غنائيات عن حلب وعن بعض المناطق.
اسطنبول هلا هلا في حلم او امل انه اقدر اني اوصل يعني نعمل شويه موسيقى اللي كانت من تراثنا او من شغلي الخاص مع موسيقيين، يعني هي اهم وابسط لغه هي لغه الموسيقى. فانا من احدى طموحاتي هاي الشغله اني اعمل اورينتال ميوزك او حوار حضارات ثقافيه موسيقيه، كثير بتقرب بين السوريين وانا بساهم بالموضوع طبعا، بتقرب بين الثقافات، بتساعد السوريين يفهموا الاتراك اكثر، الاتراك يفهمونا، نحن بدنا الاتراك يفهمونا. فلغه الموسيقى هي لغه بسيطه وجميله ومتقاطعه، يعني اللون السوري والتركي هو بالاساس اللون الغنائي تقريبا واحد، يختلف في الستايل او الهنك المقام يعني او الابعاد السلميه، لكن في كثير اغاني متقاطعه بتفاجئ الاتراك لحد هلا انه في هي اغنيه سوريه ولا اغنيه من عنا وهكذا الى اخره، في كثير. فانا طموحي انه نعمل تمازج، ندور على نقاط مشتركه ونفعلها. فهي لغه الموسيقى وابسط لغه في العالم. المستقبل يعني لا احد يعلم ما هو المستقبل، يعني صار السوري يعني مثل ايام الفلسطيني، يعني شغله مزعجه، يعني انه كعدد كبير من السوريين طلعوا. بحكي عن المستقبل، هاي المستقبل ما حدا بيعرفه بالنسبه للي كانوا باوروبا او باسطنبول او بتركيا بشكل عام. انا بالنسبه لي ما عاد افكر بالمستقبل، يعني انا بتمنى ان يكون مستقبلي جيد ومضمون يعني، لكن من خلال تجربتي انا كيف تغربت اساسا بسوريا وهلا هون، فبحتاجين تقريبا انا بتوقع 5 أو 6 سنوات لحتى تبين نتائج الغربه او شو صار معك، تكيفت مع هذا المجتمع ولا ما في تكيف، صار اللغة سهلة عليك، مشروعك واضح ما واضح. فكل هاي العوامل بدها بتحتاجي 5 أو 6 سنوات لحتى تنضج، بعدين اسألين هالسؤال ممكن بالمستقبل. شغلة أخيرة أحب أحكيها، أنه نحن في شوية حالة تشتت، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لكل الناس المضطربين وأنا واحد منهم. ضريبة الغربة يعني هي بسموها، وبنفس المقابل إلى إيجابيات بعدين رح تظهر. الثقافة الجديدة اللي عم نتاخدها أو اللغة الجديدة هي كتير شغلة مهمة بحياتنا، تعرف على ثقافات الآخرين. ضريبة الأساسي أنه نحن نتعذب شوي، مع كل هذا نحن صابرين ولا يوجد لدينا خيار غير سوى الصبر، والصبر الجميل.